ننتقل للدرس الخامس اللي هو درس الشبكات. الشبكات بتحكي لي عن شكل مستوي. الشبكات بتحكي لي عن شكل مستوي. هاي عندنا هذا الشكل، شكل مستوي. لو أنا طويت هذا الشكل رح ينتج عندي مجسم ثلاثي الأبعاد. شو يعني ثلاثي الأبعاد؟ يعني مجسم مثل المكعب، عندنا زي هذا المجسم، عندنا هون هاي مكعب، هذا مجسم ثلاثي الأبعاد نتج عن إيش؟ عن طي هاي الشبكة اللي عنا قدامنا هون. لو أنا طويت هاي هيك، طويت هاي هيك، طويت هاي لفوق، بعدين طويت هاي كاملة، بينتج عنا المكعب. عن ثلاث أنواع للشبكات أو ثلاث أشكال للشبكات اللي بتنتج لي ثلاث أنواع من المجسمات. وأول مجسم تعرفنا عليه اللي هو مجسم المكعب، اللي هو بتكون شبكته بهذا الشكل. يعني أنا مطلوب مني في هذا الدرس لما أشوف شبكة معينة أسألك هاي الشبكة لو طويتها بينتج عندي أنه مجسم، أنت على طول بدك تحكي لي مثلا هاي الشبكة بينتج عندنا مجسم المكعب وهكذا. على خصائص المكعب، المكعب إحدى خصائصه اللي هي الأوجه تعونه كلياتها بدها تكون مربعة الشكل. كل الأوجه عنا رح تكون مربعة الشكل في المكعب، طبعا مربعات متساوية. تمام، كم وجه للمكعب رح يكون عنا؟ خلينا نعدهم من الشبكة. عنا هون 1 2 3 4 5 6، ستة أوجه طبعا للمكعب. مغلق اسمه، مكعب مغلق. شو يعني مغلق؟ يعني مغلق من جميع الاتجاهات. لو جبنا هذا المكعب عندنا هذا وجه وهذا وجه وهذا كمان وجه، وهناك في وجه على جنب وكمان وجه في الأسفل. المكعب عندنا الرؤوس، عندنا هاي الحافة اللي هون اسمها رأس، رأس للمكعب، وهاي الحافة كمان رأس للمكعب، وكذلك الأمر هون، وكمان في الجهة الثانية هون. كل هاي رؤوس للمكعب ويبلغ عددها 8 رؤوس. نيجي بنعد رؤوس المكعب، عندنا 4 رؤوس فوق وأربع رؤوس تحت، فبالتالي عندنا 8 رؤوس للمكعب. المكعب أيضا عندنا إشي اسمه الحرف. شو هو الحرف؟ شايفين هاي الحافة؟ هاي الحافة هي الحرف للمكعب. مرة تانية، شو هو الحرف؟ هاي الحافة بتمثل لي الحرف للمكعب، اللي هو الخط اللي هون جاي. عنا هيو موجود هون الحرف، هدول هم الحروف كلهم. فبالتالي طبعا في المكعب عنا 12 حرف. هاي عدد الحروف وعدد الرؤوس وعدد الأوجه كلياتها مطلوبة منا وموجودة هيها في مثال 1 صفحة 100. الشبكة اللي قدامنا هون هي شبكة تمثل شبكة لهرم. أول شيء اللي بيميز عنا شبكة الهرم إنه إلها قاعدة، هاي القاعدة مربعة الشكل، فبالتالي رح نسمي هذا الهرم هرم رباعي. ليش هرم رباعي؟ لأنه قاعدته مربعة الشكل. طب ممكن يكون في عندي هرم ثلاثي؟ نعم، إذا كانت قاعدته مثلثة الشكل زي اللي عندنا هون، هاي قاعدته مثلثة الشكل فبيكون اسمه هرم ثلاثي. طيب هدول المثلثات اللي على جنب اسمها أوجه جانبية. كل الأوجه الجانبية دائما للهرم رح يكون شكلها مثلثة الشكل. تمام، يعني كلياتها مثلثات بنلاقيها، وعندنا قاعدة ممكن تكون مربعة وممكن تكون مثلثة. لو بدي أنا أطوي هاي الشبكة رح ينتج عندنا هذا الشكل اللي هو شكل الهرم. لو جبنا هذا الهرم اللي قدامنا هون، هذا مجسم للهرم، خلينا نتعرف على أجزائه. أول إشي هذا هرم رباعي. بنلاحظ أنه الهرم الرباعي مش بس قاعدته مربعة الشكل، هاي قاعدته مربعة الشكل، وكمان رح نلاقي أنه عنده 4 أوجه جانبية. لو بدنا نعدهم 1 2 3 وهون 4، 4 أوجه جانبية وقاعدته مربعة الشكل، فإذا هو هرم رباعي. كم رأس لهذا الهرم؟ بنعدهم، هاي 1، هاي 2، هاي 3، هاي 4،
هاي خمسة. إذن عندنا خمسة رؤوس لهذا الهرم. كم قاعدة للهرم؟ قاعدة واحدة حكينا عنها، يا بتكون مربعة الشكل فبيكون اسمه هرم رباعي، يا بيكون مثلث الشكل فبيكون اسمه هرم ثلاثي. طيب كم وجه لهذا الهرم؟ عندنا الأوجه الجانبية اللي هم أربعة أوجه إذا كان هرم رباعي، وثلاث أوجه حيكون إذا كان هرم ثلاثي. بنيجي هنا على الكتاب بحكي لي المجسم الناتج هو هرم رباعي له خمسة رؤوس وثمان أحرف وخمسة أوجه جانبية. طبعا إحنا حكينا أربعة أوجه جانبية، عدلوها عندكم في الكتاب، أربعة أوجه جانبية مثلثة الشكل وقاعدة واحدة. ضيفوا لنا هون قاعدة واحدة، تمام، وهاي القاعدة شو مالها؟ مربعة الشكل. عدلوا على الكتاب، عندنا هون أربعة أوجه جانبية مثلثة الشكل وقاعدة واحدة مالها مربعة الشكل. خلينا نشوف طيب الحروف، نعدهم مع بعض، هم 8 حروف، خلينا نعدهم. الحروف اللي هم الحواف حكينا عنهم، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة، هاي سبعة. آخر شبكة مطلوبة منا في هذا الدرس اللي هي شبكة متوازي المستطيلات. عندنا هون هاي الشبكة بتمثل لي شبكة لمتوازي المستطيلات، طبعا هي بتشبه شبكة المكعب، والفرق بينهم إنه هون الأوجه شو مالها رح تكون مستطيلة الشكل. هذا متوازي المستطيلات، خلينا نعد الرؤوس اللي عنده. هون رح يكون في عنا أربعة رؤوس، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هون خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، زي المكعب بالضبط. متوازي المستطيلات زي المكعب بالضبط، إله 8 رؤوس. طيب كم وجه عنا هون لمتوازي المستطيلات؟ هي واحد، اثنين، ثلاثة، واحد تحت، أربعة، وهون خمسة، وهون ستة. كم وجه إذن لمتوازي المستطيلات؟ ستة أوجه، برضو زي المكعب بالضبط، ولكن الفرق حكينا إنه إيش شكل الأوجه عنا هون؟ مستطيلة الشكل، بينما في المكعب كم شو شكل الأوجه عنا؟ شكلها مربع. كم حرف بتتوقعوا يكون لمتوازي المستطيلات؟ ممتازين، 12 حرف، 12 حرف زيه زي المكعب. عندنا هون واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وكمان تحت نفس الإشي عندنا واحد، كمان أربعة، وعندنا هون في الطرف هون واحد، اثنين، وهون كمان واحد، اثنين، فبالتالي بيصيروا 12 حرف. فبالتالي عند طي الشبكة يكون الشكل الناتج متوازي مستطيلات له ستة أوجه مستطيلة، 8 رؤوس، 12 حرف. نفتح كتابنا صفحة 120، عندنا سؤال 1 و2. وقفوا الفيديو وحلوهم لحالكم، بعدين ارجعوا شوفوا إذا حالكم صح ولا خطأ. عندنا رقم 1 بده يعني أوصل بين المجسم والشبكة اللي بتمثله. عندنا هذا هاي الشبكة بتمثل إيش؟ اللي هي متوازي المستطيلات، ممتازين. هذا المجسم ممكن نبلش من هون، ممكن نبلش من هون. هذا المجسم اللي هو هرم رباعي، هاي الشبكة تبعته، أوجهه مثلثة وقاعدته مربعة. هون كل الأوجه مربعة، بتمثل مين عنا؟ المكعب، ممتازين. اثنين عنا، هذا بيمثل متوازي مستطيلات، وهذا مكعب، وهذا هرم رباعي. طبعا بده يعني أكتب عدد الأوجه والأحرف والرؤوس لكل مجسم، اكتبوهم طبعا أنتوا عندكم، وتأكدوا من إجاباتكم من الكتاب.